السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إخواني في ليبيزود تخوات ديال لانتيباسيون تراكيال واللي غادي نشوفو فيها إن شاء الله بحول الله الماتيريال. قبل ما نكملو في هاد ليبيزود هادي رجعو شوفو لي ريزومي اللي درتو على لي دوز ايبيزود اللي فاتو لأنهم مهمين. كما كتعرفو أي ايبيزود كتكون قبل فراه كتشكل لي باز ديال لي زانفورماسيون اللي غادي يجيو أبخي. دابا غادي نشوفو غابيدمون شنو أول حاجة عندنا في الماتيريال، وأول حاجة عندنا كما كتعرفو هي اللارنغوسكوب. واللارنغوسكوب كيتكون من دو بارتي، البارتي الأولى هي لامونش وهي اللي كتشوفو دابا في الصورة، والبارتي الثانية هي اللام وديال اللي غادي تشوفو من دابا شويه في الصوره. فاش غادي ندويو على لي لام، ردوا معايا البال ان لو لارانغوسكوب ستونتا رابيد كومبورت اون لام ديتاشابل اي ان مونش كي كونتيان دو لا سورس لومينوز. شنو كيعني هادشي؟ هذا كيعني بكل بساطه وسهوله بان لارانغوسكوب ديالنا ستوندار اللي كيستعمل في كاع البلايص كيكون رابيد وكيكون كيحتوي لنا على واحد لام، وايضا لام هي اللي غنشوفو كما قلت لكم دابا في الصوره، وايضا عندنا لا مونش هي اللي كتشوفو قدامكم دابا، وهاد لا مونش هي اللي كتهز لنا داك اللام، يكونوا بجوج بهم ديتاشابل يعني نقدر انني نحيدهم على بعضياتهم ونقدر على انني نردهم. وكتكون في ديك لام كتكون عندنا واحد لا سورس ليمينوز، غادي نشوفوها دابخي. هي هذه اللي كاينه في الصوره دابا قدامكم، هاد لا سورس ليمينوز هي اللي كتعطينا الضوء باش نقدروا نشوفوا اشنو الداخل داكوغ. وثاني انفورماسيون عندنا هي لي لام ستوندار بوسيد ان روبور بور يعني refouler la langue sur la côté un côté ouvert pour visualiser le larynx. Bien sûr que هاد لي لام كاملين اللي كتشوفوا في الصوره دابا قدامنا والانواع ديال كاملين، هاد لي لام هادو ستوندار كنسميوهم، وكيكون فيهم جوج ديال الحواف. فهاد الحافه الاولى هي اللي كتساعدنا على اننا نردو اللسان ديالنا اليسر، والحافه الثانيه هي اللي كتساعدنا باننا نشوفوا سميتو شنو الداخل ديال الفم، لانه بيان سور كيكون عندنا في هذاك لا سورس ليمينوز داك الضو اللي كنشوفو من خلاله شنو كاين لداخل، وكنشوفو من خلاله لارانكس. ردوا معايا البال لان لي زانفورماسيون ساهلين وغادي يكونوا شويه مزروبين، ولا ما فهمتوش شي حاجه حاولوا انكم تسولوني في لي كومونتير، ولا حاولوا بيان سور انكم تركزوا مزيان لانكم غادي تفهموا الا ركزتوا. لا لام بوتيتر جوتابل او نو، يعني لا لام ديالنا تقدر تكون مستعمله لعده مرات، تكون ميتاليزي تستعمل لعده مرات كننظفوها فقط وكنعاودو نستعملوها مره اخرى، وتقدر تكون لا تقدر تكون سيليكونه ونستعملوها مره واحده ونلوحوها. وقال لك ايضا ايل اكزيست اون ديفيرون taille numérotée par ordre croissant. La taille 3 est la plus utilisée, souvent utilisée chez l'adulte. Les lames 4 sont réservées pour les cas difficiles ou inhabituels, يعني soit يكون obèse soit يكون عنده المشوار ou le cou long. شنو كيعني بهادشي؟ هذا بكل بساطه قال لك بانه عندنا جوج ديال اون جينيرال، عندنا جوج ديال لي طاي اللي كنستعملوهم بكثره بالنسبه للادولت ديال هاد لي لام. لي لام عندنا فيهم بزاف ديال لي طاي، كتشوف في الصوره مثلا عندنا تي 0 طاي 0 طاي 1 طاي 2 طاي 3 اي طاي 4، ولا طاي 3 هي اللي كنستعملوها بزاف عند لي زادولت، وبالنسبه لا طاي 4 فكنستعملوها الا كانوا عندنا دي كا ديفيسيل انتوبي، ولا كيكونوا دي كا انابيتويال بحال هاد لي كا انابيتويال بحال لي زوبيز الناس اللي كيكونوا اوبيز، كنستعملو لهم لا طاي 4 لانها كبيره وطويله وتقدر توصلنا فاسيلمون نشوفو لارانكس. وايضا عندنا الناس اللي كيكون عندهم المشوار ديالهم ولا كيكون عندهم لو كو ديالهم كيكونوا عندهم طوال، وهاد الناس هادو ايضا كنستعملو لهم لا طاي 4. علاش؟ لان لا طاي 4 كتكون طويله وكتساعدنا على اننا نوصلوا في حاله لوكو كيكون طويل كتساعدنا على اننا نوصلوا مزيان لي بيغلوت، اي كتساعدنا اننا نوصلوا ايضا لارانكس بطريقه سهله. وكتكون عندنا لا طاي 5، ولا طاي 5 قليل قليل فاش غتجبرها ولا غادي تستعملها، لان بيان سور قليل فاش غادي يجيك شي واحد اللي لوكو ديالو طويل بواحد الطريقه كبيره لدرجه انك تستعمل لا طاي 5. وبالنسبه لاخر انفورماسيون فهي كتعلق لنا بلو سيستيم ديكليراج. هاد سيستم ديكليراج اللي كتوفر لنا ديك لا سورس ليمينوز اللي عدوينا عليها قبيله، هاد لا سورس ليمينوز هي اللي كتكون عندنا في لامونش. ولكن هنايا كيذكر لنا دو تيب، كيقول لنا بانها تقدر تكون امبول فيزي وهادشي هذا اللي شفناه، وكيقول لنا انها تقدر تكون واحد الفيسو دو فيبر اوبتيك. هاد الفيسو دو فيبر اوبتيك يكون كيدوز لنا لا ليميغ ا بارتيغ ديال واحد لا سورس كونتوني دون لو مونش. يعني بكل بساطه عندنا دو تيب، يقدر يكون عندنا هذا ولا يقدر يكون عندنا الاخر، ولكن لي دو كيوفروا لنا كما كتشوفوا في التصويره كيوفروا لنا لا ليميغ. هاد لا ليميغ هي اللي كتساعدنا من باش نفاسيليتيو لا طاش ديال لانتيباسيون لو ماكسيموم بوسيبل، ولا ما كانتش هاد لا سورس ليمينوز راه ما نقدروش اننا نانتيبيو نهائيا، لان ما غادي نشوفو والو لداخل فاش غادي بيان سور ندخلو. وايضا من الحوايج اللي نقدروا نزيدو نديطايو فيهم واحد شويه هو لي تيب اللي عندنا في لي لام، لان لي لام شفنا لي طاي ديالهم مازال ما شفناش لي تيب ديالهم. لي تيب ديالهم عندنا في الحقيقه بزاف، ولكن هنايا غادي نطرقوا لجوج ديال لي تيب
تيب اللي متعارف عليهم بزاف وكيتستعملوا بزاف. التيب الاول هو لا لام كورب والتيب الثاني هو لا لام دغوات. بالنسبه لا لام كورب فهي كتكون انترودويت بار ماكينتوش اي لا بلو يوتيليزي، يعني هي اللي كنستعملوها في اغلب الاحيان غادي تجبرنا كنستعملوا لا لام كورب. ولا لام كورب جايبه السميه ديالها من ديك لا كورب اللي كتشكلها بيان سور، وباش كتفاسيليتي علينا ديك لا طاش دانتوباسيون بور الباسيون ومن اجلنا حتى حنايا. هادشي هذا بيان سور كيكون كيتستعمل بطريقه كبيره وكثيره وكنسميوها لام ماكينتوش. وايضا لا لام دغوات، سميناها دغوات لانها غدا نيشان كما كتشوفوا في التصويره وما عندها حتى انحناء. وهاد لا لام اي بارتيكولييرمون ايتول، يعني ما كنستعملوهاش بزاف ولكن كنستعملوها في بعض الحالات اللي كتكون شاده. هاد الحالات منها لوفيرتور دو لا بوش الا كان تري ليميتي، ولا الا كان عندنا لي زانسيزيف سيلونت. شنو هما لي زانسيزيف سيلونت؟ هما دوك القواطع اللي كيكونوا خارجين بزاف فما كيخليوناش على اننا ندخلوا لام كورب بطريقه مزيانه، كنخافوا اننا نهرسوهم فكنستعملوا لا لام دووات. لوسكو لو لارانكس اي اونتيريور، يعني الا كان عندنا لارانكس اونتيريور رجع اللور بزاف وما كنشوفوش بلا لام كورب فخصنا نخدموا لا لام دووات. ولا ايضا الا كانت عندنا لا ديستونس تيرومونتونيير كورت. شنو هي لا ديستونس تيرومونتونيير؟ لا ديستونس تيرومونتونيير هي المسافه اللي كتكون عندنا ما بين لي تيرويد وما بين المونطون ديالنا. هذيك المسافه الا كانت قصيره بزاف فما غاديش نقدروا على اننا ولا ما غاديش يبان لنا مزيان لا رانكس ولي بيغلوت باش نقدروا اننا انتيبيو فاسيلمون بلا لام كورب، ولكن غادي نستعملوا لا لام دغوات باش نقدروا نفاسيليتيو لو ماكسيموم بوسيبل لانتيباسيون. بار اكسبيريونس نقدر نقول لكم بلي حاولوا لو ماكسيموم بوسيبل تجنبوا الاستعمال ديال لا لام دغوات الا كانت لا بوسيبيليتي انتيبيو دي زوتر شوز بحال فيبرو ولا بحال دي ماتيريال غادي نشوفوا دابري. هاد لا لام دغوات تقدر تادي الى ما عرفتيش تستعملها بطريقه صحيحه، تقدر تادي بها سواء غادي تادي من ناحيه ديال السنان ديالو تحيد له شي سنه ولا شي حاجه بحال هكا، ولا تقدر تروماتيزيه في شي بلاصه في لابوش ديالو، ولا ايضا تقدر بيان سور تاثر عليه لان هذه تري دولور. ايضا غادي نشوفو لي سوند. لي سوند من الماتيريال المهم في الانتوباسيون بيان سور، حنا كنانتيبيو بار لا سوند، فلا سوند انتوباسيون مهمه بزاف ومهم اننا نعرفو كاع لي تيب ديالها ونعرفو لي ديتاي اللي فيها. شوفوا دابا ركزوا معايا مزيان لاننا غادي نشوفوا واحد جوج ديال الانواع ديال لي سوند انتيباسيون. هاد جوج ديال الانواع كيختلفوا فقط من الماتيير اللي مصنوعين منها، ما كيختلفوش بزاف ديال الحوايج. مازال غادي نشوفوا انواع واحد اخرين مختلفين، ولكن غير ردوا معايا البال هاد لي زانفورماسيون اللي غادي نقولوا دابا راه سهله وسهله بزاف. مثلا عندنا جوج ديال الانواع، عندنا اول ماده مصنوعه منها سوند انتيباسيون كنسميوها اختصارا البي في سي ولا البوليكلورور ديال الفينيل، وثاني ماده كتكون هي سيليكون وكنسميوها لو سيليكون ولا سوند سيليكوني. امور واضحه لحد هنايا داكور. هادو بجوج بهم تري ايتيليزي عندنا في لانتوباسيون فكنستعملوهم بزاف داكور. واخا دابا ليتيليزاسيون ديال الاولى كتكون افيك وحده ديال الثانيه بجوج بهم، كتكون افيك واحد البالوني باس بريسيون. هاد البالوني هي كتشوفوها قدامكم دابا في الصوره، وهاد البالوني عندها واحد الروبير اللي من خلاله كنغونفليوه وكنعرفوا شحال خصنا نزيدو في الغونفلاج ولا شحال خصنا نديغونفليو. هادشي هذا غادي ندويو عليه بلي ديتاي فاش نكونو كندويو على لا تكنيك. ردوا معايا دابا البال هاد لي زانفورماسيون اللي غادي يجيو، لان انا كيقول لك مثلا كرون فوليوم. كرون فوليوم تعطيه كدوز لنا واحد الفوليوم اللي مهم بزاف لان اصلا فيها ديتاي اللي كبار. دابا هادشي هذا هي دي زانفورماسيون لي سامبل وسهلين. هنا كيقول لك دوطخ بريوريتي سو انتريسونت، يعني هاد لي بريوريتي ولا هاد لي كاركتيرستيك ولا هاد الخصائص اللي غادي نقولوا دابا هي اللي كتميز مزيان هاد النوع هذا من لي سوند. شنو هما هاد لي كاركتيرستيك؟ قالك اسيدي هي راه ليجير لوغمونطاسيون دو سوبليس اونتر 20 حتى 40%. شنو يعني لي بهادشي هذا؟ كيعني لي بان هاد السوند هادي عندي ما هي تري ريجيد ما هي تري تري سوبل، من 20 حتى 40% ديال لا سوبليس اللي عندها، يعني نقدر نتحكم فيها بطريقه مزيانه. ما غاديش تكون سوبل بزاف ما نقدرش نوجهها مزيان، وما غاديش تكون ريجيد بزاف باش ما تحركليش، يعني الا كانت ريجيد بزاف ما غاديش تحرك لي في الاتجاه اللي بغيتو عاوتاني داكور. فرد معايا مزيان لهاد لانفورماسيون لانها مهمه. لانفورماسيون الثانيه قالك امبيرميابيليتي او غاز انستيزيك، وهذه حاجه مهمه تكون في اي سوند حتى في لو سيليكون كيكون هاد القضيه هادي، ما كدوزناش لي غاز اللي كندوزوهم بيان سور في ديك لا سوند. امور واضحه.
ثالث حاجه هي السيرفاس تريليس، يعني هذاك التمييز بالسيرفاس ديالك يكون تري تريليس، وهادشي مزيان كيساعدنا في الانزلاق ديال لا سوند لداخل ديال الترشي. غادي نشوفوا حاجه واحده اخرى واللي هما لي زانكونفينيون ديالها ولا الحوايج اللي المساوئ ديالها باللغه العربيه. فمن المساوئ ديالها المهمه هي انها كتولي تري ريجيد في الحاله ديال ليكسبوزيسيون برولونجي لي سيكريسيون، يعني ديك الافرازات اللعابيه ولا كيلكو سوا ديك الافرازات اللي كتكون عندنا في لابوش. هذيك الافرازات الا كانت ليكسبوزيسيون ديالها مع لا سوند لمده طويله كتولي لنا ديك لا سوند ريجيد، وهذا الشيء ماشي للمصلحه ديالنا بيان سور، ماشي مصلحه المريض. فنحاولوا ان نستعملوا هذا النوع فاش يكون لوبيراسيون ديالنا ما غاديش تطوال بزاف. امور واضحه لحد هنايا. عندنا لو سيليكون لي زافونتاج ديالو مهمين حتى هما وكنستعملوه بزاف بزاف بزاف، ردوا لهم البال. اولا تري غون تيرموستابيليتي، وهاد لافونتاج هذا علاش مهم؟ لانه غادي نستعملوها في كاع الظروف الحراريه اللي عندنا في جميع الظروف، يعني سواء كانت الحراره طالعه سواء كانت الحراره هابطه فهي تيرموستابل، يعني كتكون ستابل في كاع لي موديفيكاسيون ديال الحراره ديال التمبيراتور. الامور واضحه سهله لحد هنا. ياك حاجه واحده اخرى قال ان تري بون بيو كومباتيبيليتي، يعني ما غاديش يرفضها البيولوجي ديال اي جسم معين لان كتكون كومباتيبل مع لا بيولوجي ديالنا. جست عندنا واحد الحاجه اللي نقدروا نعتبروها واحد من لي زانكونفينيون، يعني من الخصائص اللي ما زويناش، اللي هي لوكو ديالك يكون طالع شويه، يعني الكلفه ديالك كتكون طالعه شويه. علاش؟ لان عندها زافونتاج زايدين شويه على الاولى. امور واضحه لحد هنا. غادي ننتقلوا غادي نشوفوا لي طاي اللي عندنا في هاد لي سوند هادو، ولي طاي اون جينيرال كنتحكموا فيهم عن طريق مجموعه من لي كريتير. ردوا معايا البالي باش نعرفوا بعدا لي طاي اللي عندنا. ردوا معايا البالي نمشيو دقه دقه. هنا كيعطينا واحد لافورماسيون في الاول وكيقول لنا بعدا الا كانت ديك سوند كبيره، يعني ترو غوس ديك سوند عندنا كبيره بزاف، خصنا نتجنبوها الا تمشي دير لنا تروماتيزم. داكوغ، إلا كانت كبيرة بزاف نجنبوها ندير لنا تروماتيزم. داكوغ، فويت اي اوغمونطاسيون ديال لا ريزيستونس غادي تكون في الحالة إلا درنا شي وحدة عاوتاني صغيرة بزاف. سيتادير لو شوا ديال لاطاي ديالنا كيخصو يكون تخي تخي اكزاكت، وما خصناش نبقاو نخربقو فيه، لأن إلا اختارينا وحدة كبر من اللازم غادي دير لنا تروماتيزم، ولا اختارينا وحدة صغر من اللازم غادي تكون دير لنا لي فويت. داكوغ، غدير لنا لي فويت، وحنا غادي نشوفو لا تكنيك وغادي نعرفو كيفاش كدير لنا ديك لي فويت إلا كانت صغيرة، وهادشي راه باين حتى قبل ما نشرح. الحاجه الثالثه قالك سيدي با دو سيستيم ساتيسفيزون ريجيسون لو شوا دو سوند، يعني ما عندنا شي حاجه اللي شي سيستيم ولا شي كريتير لي اكزاكت اكزاكت باش كنختاروا ديك لا سوند اللي غادي تجي في المقاس ديال داك المريض بطريقه اللي ايديال. هذه راه ما كايناش لحد الان، ولكن غادي نقدروا نقولوا بان لا طاي ايديال كتكون من 7.5 مليمتر بالنسبه لي فام، وكتوصلنا حتى ل 8.5 مليمتر بالنسبه لي زوم. وقال لينا هنايا قالك سيدي افان دو ليميتي لو ريسك دو كومبليكاسيون بوست اكسيباسيون اي لي ابيتويل ديتيليزي، هنا كيعطيني كيفاش نقدر انني نستخدم مزيان هاد لي شوا هاد ولا هاد لي طاي اللي عندي بطريقه مزيانه باش ما نسبب شي مشكل للمريض. فهنا كيقول لك سيدي اول شوا عندك هو من 7 حتى ل 7.5 مليمتر بالنسبه لي فام، ومن 7.5 حتى ل 8 مليمتر بالنسبه لي زوم. هادشي هذا في حاله الا كنتي غادي دير واحد لانتوباسيون اوغال. داكور، انتوباسيون من الفم. امور واضحه لحد هنا. لو شوا الثاني هو تاخذ من 6.5 حتى 7 مليمتر بالنسبه لي فم، ومن 7 حتى 7.5 مليمتر بالنسبه لي زوم الا كنتي غادي دير انترانازال ولا انتوباسيون نازال. الا كنتي انتوباسيون نازال يعني غادي دوز ديك لا سوند من النيف وعاد من النيف غادي دوزها للتراشي، فهاد القضيه هادي حاول انك تهبط فيها لا طاي، وهذه حاجه اللي باينه لان ليناغين عندنا كيكونوا صغار يعني ماشي بحال الفم، فغادي نحاولوا اننا ندخلوا شي طاي اللي صغيره شويه باش ما ناديوش ما تروماتيزيوش داك لو باسيون. امور لحد هنا جد واضحه، ولي زانفورماسيون اللي كنعطيو سامبل وزوينين. غادي نكملوا وغادي نشوفوا بانه عندنا دي تيب وحده اخرين ديال لي سوند دانتيباسيون. هادو هما لي تيب لي شويه مغيرين واللي كنستعملوهم في دي كا بارتيكولير. او بار اكزومبل كنشوفوا هنايا عندنا لي سوند بريفورمي، وهاد لي سوند بريفورمي راه ليكزومبل ديالهم كتشوفوا قدامكم في الصوره، وهادو كيكونوا مشكلين قبل من انك ديرهم نتايا داك الشكل تقادو نتا، لا كيكونوا هما جايين بالشكل ديالهم كما كتشوفوا في الصوره تماما. ونقدروا نديروهم نازال كما نقدروا نديروهم اوغال على حسب الشكل اللي جاي فيه داك لا سوند. وشنو لانتيغي ديالهم؟ لانتيغي ديالهم هو مثلا ايلواني لا سوند اي لو راكور انولي دو شون اوبيراتوار.
علاش؟ لان كيفاش ما فهمتش؟ بكل بساطه قال لك سيدي كنديروا هاد لي سوند هادو باش كنبعدوا على لو شون اوبيراتوار اللي كيخدم فيه الشيروجيان باش ما يوقع لنا شي اكسيدون في لا شيروجي. يعني يكون الشيروجيان بار اكزومبل خدام ويقيس لنا لا سوند الا كان قريب منها ولا شي حاجه بحال هكا. فباش كنبعدوا حنا على هاد المشاكل كنحاولوا اننا نديروا هاد لي سوند هادو باش كيكونوا لا فورم ديالهم بعيده شويه على الشيروجيان ولا لو شون اوبيراتوار باش كيخدم. ونقدروا نديروها اورال ولا نازال على حسب لوبيراسيون داكور. عاوتاني قال لك هنايا فاسيل افيكسي مي ريزيستونس بلي ايفي. فاسيل افيكسي ستادير الفيكساسيون ديالها بسيطه وسهله ولكن لا ريزيستونس ديالها طالعه. لا ريزيستونس هي المقاومه ديالها طالعه وهذه حاجه طبيعيه لان داك بريفورمي داكور امور باينه وكتشوف لا فورم ديالها راه بيان سور غادي تكون ريزيستونس طالعه. يعني هاد لي زانفورماسيون كيما قلت لكم مازال كندوي على شي حوايج اللي ساهلين وبساطين. لي سوند ارمي ولا لي سوند رونفورسي هاد لي تيب ديال لي سوند هما اللي كتشوفوا دابا في التصويره قدامكم. اللي كيميزهم هو انه كيكون واحد سبيرال ميتاليك دايز في الوسط. سبيرال ميتاليك هو واحد سليك يكون دايز داير 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 وكيكون داخل في داك السيليكون. وهذه لانتيغي ديالها هو انها ما كتتناش ليا. فكما كتشوفوا مثلا قدامكم قال كاسيدي ريدوير لو ريسك ديال ليكرازمون. يعني ما تقدرش انك تكرازي هاد لا سوند نهائيا لان ديك الحديد اللي فيها دوك لي سبيرال ميتاليك اللي كيكون فيها في الوسط ما كيخليهاش تتنى نهائيا. كنديروها في بعض لي شيروجي مثلا ديال لوريل اللي كنحتاجوا فيهم ان الشيروجيان غادي يكون غادي يتني لا سوند بلو شون داكور. فاش غادي يكون غيتني لا سوند انايا الا كنت خدام بلا سوند العاديه كما دوينا عليها قبيله سيليكوني فراه غادي تتنى ليا وغادي تكودا وبيان سور ما غاديش يبقاو يدوزو دوك لي غاز اللي ندوز انا للمريض وما غاديش يدوز له حتى الاكسجين وغادي يموت ليا المريض. فلهذا شنو غادي ندير انا؟ غادي نستعمل هاد السوند هادي اللي واخا الشيروجي يحاول يتنيها ما غاديش تتنى ليه نهائيا داكور. هذه هي هذا هو لانتيغي ديالها اللي كنديروا عليها. ودابا غادي نجيو ندويو على واحد النوع اخر. هذا النوع هذا كيتسمى لي سوند اوندوبرونشيك ا دوبل لوميير. شنو كيعني هذا الاسم؟ هذا طويل بزاف. لا ما طويلش ولكن خصك غير تفهمو. اوندوبرونشيك يعني هاد التيب هذا ديال هاد لي سوند كيكون عندنا فيه جوج ديال المداخل ولا جوج ديال المخارج عفوا جوج المداخل وجوج ديال المخارج بجوج بهم. فكيوصل لنا هاد لا سوند كتوصل لنا حتى لا برونش. كما كتعرفوا لي سوند كاع اللي دوينا عليهم عاد دابا كيوصلوا لنا التراشي وكيوقفوا. هادشي غادي ندويو عليه مزيان في لا تكنيك. وحنا شفنا التراشي فين واصلوا شفنا لي برونش في ليبيزود اللي فات. تقدر ترجع تشوف ليبيزود اللي فات باش تعرف المقاييس ديال التراشي ولي برونش بجوج بهم كيفاش دايرين داكور. هاد لا سوند هادي كتوصل لنا حتى للبرونش سوا غوش سوا دغوات على حساب العمليه فين كاينه. سوا كتكون في البومون غوش ولا كتكون في البومون دغوات. وهادي كنديروها بزاف ديال لي تيب ديال لي شيروجي وهادشي غادي نشوفوه دابخي فاش نكونو كندويو على لي شيروجي. كما كتشوفوا قدامكم في الصوره تماما عندنا جوج ديال المداخل. اول مدخل كيدينا نيشان للبرونش وثاني مدخل كيدينا نيشان للتراشي. فهداك اللي كيدينا التراشي حتى هو عنده واحد البالوني كتقوم فلا باش كتسد لنا التراشي. واللي كتوصلنا نيشان للبرونش عنده واحد البالوني ايضا كتوصلنا نيشان للبرونش. وهذا كتعطينا بزاف ديال الامكانيات. خلينا بعدا اننا قبل ما نكمل لكم الشرح ديالها بشكل اللي دقيق خلينا اننا نشوفوا لي زانفورماسيون اللي عطانا هنايا. قالك سيدي عندي هنايا دو تيوب اكستابوزي تراكيال اي برونشيك وهادشي عاد قلناه دابا. تاني انفورماسيون قالك اون بي في سي وكتعرفوا اون بي في سي عاد شفناها دابا الماتيير اللي دوينا عليها واللي هي البوليكلورور دو فينيل عقلتوا عليها. قالك سيدي ا ايزاج يونيك يعني كتستعمل ا ايزاج يونيك بور واحد لو باسيون داكور. وقالك سيدي كوميرسياليزي افيك موندغان اي راكور كتكون بيان سور افيك واحد الموندغان وواحد الراكور بجوج بهم. راكور اللي كيكون ادابتي معها وهادشي هذا غادي نشوفوه فاش ندويو على تكنيك ان شاء الله ابخي الا دوينا على لا تكنيك ديال لانتوباسيون. كنسميو هاد لانتوباسيون هادي ما كنسميوهاش اوندو تراكيال كنسميوها كما كتشوفوا في العنوان اوندو برونشيك ولا كنسميوها سيليكتيف. ونقدروا نسميوها اختصارا نسميو هاد لاسوند لاسوند سيليكتيف لاننا كان بيان سور كان نهدفوا اننا نديروا واحد لانتوباسيون سيليكتيف. وكنعنيو بانتوباسيون سيليكتيف هي اننا كنفونتولي ولا كنحاولوا اننا نعطيو الاكسجين غير لواحد البومو وحده والبومو الثانيه ما كنعطيوهاش الاكسجين. وعلاش ما كنعطيوش البومو الثانيه الاكسجين؟ باش داك لو شيروجيان يخدم لنا في ديك البومو لانه الا كان داك الاكسجين كيدخل ديك البومو البومو كتنفخ لنا وكتعاود تفش وكتنفخ وكتعاود تفش ما غاديش نعطيو ليسباس لداك الشيروجيان انه يخدم في ديك البومو. الامور واضحه واضحه غادي نكملوا.
قال لك سيدي كتجي مع موندغان وكتجي مع راكور، هادو كيجيو عندها في ديك لومبالاج ديالها باش كيساعدونا، لان داك الموندغان ديالها والراكور ديالها كيكونوا سبيسيفيك ليها امور واضحه. كتقول لك سيدي كاس اسيغ اون انفونتيلاسيون سيباري، هاتي عدوين عليه ديال دابا لافونتيلاسيون ديال بومو وحده وما نفونتيلوش بومو الاخرى، وشنو هو الانتيغي، هادشي عدوين عليه. غوش اي دروات، يعني هادشي دوين عليه حتى هو نقدروا نفونتيليو البومو غوش والبومو دروات. فهاد لافورماسيون هادي كاك سيغتان سوميني دان ايرغو بلو ديفيسيل ا ميتر اون بلاس. قالك سيدي بعد لي تيب عاوتاني ديال هاد لي زوندو برونشيك كيجيو لنا مع واحد المقبض معين داكوغ، وهادو كيكونوا شويه ديفيسيل في لانتوباسيون ديالهم، يعني في ميتر اون بلاس، يعني في انك ديرها في بلاصتها داكوغ. وهادشي هذا ماشي مشكل، هادشي داير مع البراتيك كيكون ساهل وسهل بزاف، امور واضحه. قالك سيدي لا طاي ديالهم، لي طاي ديالهم راه ماشي بحال لي طاي اللي دوينا عليهم قبيله، لي طاي اللي دوينا عليهم قبيله ومازال نقدروا ندويو عليهم ابري، لاننا فاش غادي ندويو على لي طاي اللي كيستعملوا اون بيدياتريك، لي طاي اللي كيستعملوا لواحد ادولت ولا واحد جون وانت طالع، فكنجبروا مثلا 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5، وحنا طالعين حتى كنوصلوا ل 8 8.5 داكوغ، الامور واضحه. ولكن هنا لا، ما كيكونش داك لا طاي، فهنايا خصك تعقل ليا مزيان. بالنسبه لي طاي راه من 35 حتى ل 41 تقدر تستعملهم بور لي فام داكوغ، كغاغل بسيطه. وابيتويالمون زعما عاده نقدروا نستعملو من 41 بور لي فام، ونقدروا نستعملوها حتى بور لي زوم 41 اون جينيرال، ولكن فاش كندويو على لي زادولت ما كندويوش على لي جون وما كندويوش على لي زونفون، فكندويو على لي زادولت، وهاد لي زادولت هما اللي كنستعملو لهم هاد الارقام من 35 حتى 41 بور لي فام اون جينيرال. يعني ابيتويالمون كنستعملو 41 بور لي زوم و 39 بور لي فام، يعني هادي عاده كناخدوها كمقياس بحال هكا. ولكن حنا راه كناخدو دي كريتير وحده اخرين، كنشوفو فيها لا ديفيكولتي ديال لانتوباسيون، كنشوفو فيها مثلا دي كريتير بحال لوكو بحال المونديبول بحال بزاف ديال الكريتير، غادي ندويو عليهم ان شاء الله في لا تكنيك، وغادي نفضفضو شويه في هاد لي كريتير دابري. ولكن دابا حاول غير تاخذ الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون كونسيرنو هاد لي سوند داكوغ، وما باغيش نديتاي بزاف في كاع لي ديتاي اللي كاينين في لي سوند، لان فاش غادي نجيو ندور لك مثلا على لي طاي كاملين وحده بوحده وكل وحده شنو لاج اللي نقدر نستعمل ليها، راه غادي ندخلو في دي ديتاي اللي غادي يتقلو شويه هاد الكور. وكنظن بلي هنايا سالينا لي زانفورماسيون ايسونسييل اللي خصك تعرفها كونسيرنون هاد النوع هذا من لي سوند. كنظن الاخوان بانني غادي نحبس هنا، وباش نتوما عاود تاني ترتاحوا وديروا الريزومي ديالكم، وابخي عاود تشوفوا لي بيزود الجايه بطريقه اللي سهله داكوغ ولينه ان شاء الله، وسهله عليكم في الحفظ والمراجعه. غادي نحاول انني نقسم هاد لي بيزود هادي لدو بارتي، البارتي الاولى والثانيه، لان الماتيريال فيها كتير وضروري كيخصنا نديطيو فيه شويه بشويه داكوغ. فغادي نحاولوا اننا نقسموهم بجوج، غادي نودعكم دابا، غادي نقول لكم ملقانا في الحلقه الجايه ان شاء الله بحول الله، غادي نكملوا فيها هاد الماتيريال كامل، وراها ان شاء الله غادي ندويو على ليبيزود الاخرى اللي غادي ندويو فيها على البريباراسيون ديال الباسيون، غادي ندويو فيها على لا تكنيك ان شاء الله بحول الله. هادشي هذا غادي يكون مهم ومهم لك بزاف، لذا حاول هاد لي زانفورماسيون كاملين تقيدهم عندك كوم ريزومي، فباش تراجعو ابري ما تسالي، اي بيان سور ابري ما تكون مقبل على شي اكزام فيه هاد النوع من لي كور. كنتمنى لك التوفيق في الحياه ديالك اليوميه والعمليه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.